من جديد يمكن انا قذيت نص الاغنيه على هلا. مين معانا؟ هيام، مساء الخير يا هيام. هلو، مساء الخير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام هيام، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو اخبارك؟ يا هلا. والله انا حبيت اشكرك، حكيت معك قبل فتره والحمد لله، يعني بشكر كل انسان ساعدني كمان. العفو العفو، ان شاء الله امورك طيبه هيام. الحمد لله، يعني اجتني مساعده بسيطه من شخصين وانا بوجه لهم شكر يعني عبر اذاعه نورمينا، وبشكرك انت تحديدا لانه يعني ما قصرتي معي لان الوضع كان جدا سيء. حبيت اشكرك والله العظيم لانه الوضع جدا يعني بتعرفي انا بنت ما بقدر انه ادبر احتياجات امي ولا اعمل اي شيء يعني. طب انا طلبت اوراقك هيام، ليش ما بعتينا الفاكس؟ والله الفاكس لسه مش قادر اوصل له، يعني ما بتكتبوه على الشاشه ما بقدر اخذه. فاكس البرنامج انا هلا بس تخلصي برجع بعيده، يمكن انا طلبت من الشباب بالبث ينزلوه على البرنامج، بس معلش انا راح احكي بالحلقه اكثر من مره، يا ريت تبعتي لنا اوراقك يعني اليوم، مع انه زميلنا ايمن كان عندنا في القناه، لو بعتي اوراقك معاه على الاقليه. ما بعرف يا اختي، مش مشكله، بس حبيت احكي لك بالمشكله الاساسيه اللي انا حكيت يعني حكيت بالبدايه مشانها، اللي هي مشكله البيت تاعنا اللي وقع. نعم. طبعا انا قلت لك طلعنا عند جيراننا فتره معينه وهسه رجعنا، تخيلي ان انا رجعت بالبيت اللي كتبوه للدفاع المدني والامن اخلاءه، لانه ما في منطقه ثانيه الجا لها. قدمت معامله رحت عند المتصرف، حولوني على المحافظ، من المحافظ على وزير التنميه. نعم. من وزير التنميه على الامين العام، وعبث قدمت المعامل ورفعوه حكونا الأبنية حاليا مشروع العمارة موقف. طب حكيت لهم يعني مساعدة مالية بحيث إني أقدر أستأجر برا، بلاش تقع البيت على راسي راس أمي، يعني يحكوا لي مساعدة مالية ما بقدر أعرف ما بنقدر نعطيكي. فأنا يعني مش عارف، أنا ما بدي يعني هذا، ما بحب إنه أطلب من إنسان أكثر من مرة، بس أنا حبيت أحكي مشكلتي على الهواء وإن شاء الله إن ألاقي حدا يقدر يساعدني بهذا الموضوع. يا أختي روب، أنا يعني مستوى بيت فيت مش قادر أستأجر لحد الآن. طيب والله هيام، هلا سؤال يعني، هلا انت بيتك وقع، يعني المفروض انه التنميه ما بعرف يعني يعطوكي لو مبلغ يعني ايا كان كمساعد، هلا ما اعطتك التنميه ولا شيء؟ ولا شيء، وطلعت والله المعامله حاليا لحد الان وبوزاره التنميه، وطلعت عليهم كلهم على الامين العام، قال لي هسه بطلعها على الوزير مشان يوقع لك عليها، مشان يعطيكم مساعده ماليه، وعبث يا اختي روب، يعني والله العظيم من الساعه 7 للساعه 3 وانا عندهم على باب الوزاره، طبعا يعني باستحاله لما طلعت فوق، ممنوع انه اي مواطن يطلع فوق عند الوزاره الا برا عند خدمه الجمهور. ويا اخواني انا وضعي كذا وضعي كذا، امي مقعده، يعني فعلا امي لما طلعت لهم كانت بالشارع. حاليا قلت والله يعني لو اظل بالشارع لا ارجعها بالبيت، اذا تقى خلص يعني ان شاء الله وما قدر فعل، يعني الانسان بيموت موته محترمه ببيته احسن ما يموت بالشارع. طيب والله هيام، هلا انت يعني ما بعرف انا زملائنا ما قانونا المفروض يطلع للاخت هيام ولا مش لازم انهم يعطوها التنميه؟ مش عم بسمعكم شباب، بس المايك مسكر. هلا هيام انا مش مطلعه اذا المفروض يعطوكي التنميه او ما يعطوكي، هلا ما في شيء اسمه قانونا يعطوكي، هاي شباب عم بيقولوا لي، بس يمكن المفروض لانه بيتك وقع انه على الاقل له مساعده. لا مش هيك ست عروب، انا ما يعني والله العظيم مش اني فرض عليهم مثلا يساعدوني، لا بالعكس انا بحكي على الهواء وبتمنى انه حدا يساعدني. تعرف انا لو لاقي وظيفه بس شهري 70 دينار ما بديش لا اكل ولا اشرب، بس 70 دينار بقدر استاجر، اقل بيت عندنا 70 دينار. لو انا بلاقي 70 دينار دخل ب 70 دينار راتب شهري وظيفه بس اجر بيت. طيب والله هيام ابعتي لنا اوراقك، خلينا نشوف احنا كيف بنقدر نساعدك بموضوع انه انت يعني جامعيه بتحملي شهاده جامعيه، يعني كيف بنقدر نساعدك بموضوع شغل على الاقليه؟ لأن الله يخليك يا رب، انا اسفه اني غلبتك معي، بس والله العظيم اعتبرك اخت الي اخت عروب، يعني سامحيني والله العظيم ظروفي صعبه ولا كان ما حكيت. يا ستي ولا يهمك هيام، هلا انا بحكي لك يعني كلام وانت رح تفهمي، هلا ممكن انت تطرحي حالتك مره مرتين على الهواء، يساعدوكي مره مرتين ثلاثه، طيب وبعدين؟ يعني بدنا احنا نساعدك بشيء يعني يتكمل في مدى حياتك. هلا والله يا ريت تستر، والله العظيم انه هذا هدفي، هذا هدفي ان انا اتوظف، يعني ما بحب اطلب من اي انسان. طيب هيام ايش المؤهل العلمي اللي انت بتحمليه؟ بكالوريوس انا معلم صف. بكالوريوس معلم صف، خريجه 2005 هيام؟ 2008. 2008. طيب تقديرك شو هيام؟ جيد جيد، يعني ما بعرف هيام، والله ابعتي لي اوراقك على الفاكس خلينا نشوف، يعني على الاقل لو يعني وظيفه، اقصى طموحك بتطلبي وظيفه ايا كانت براتب 70 80 دينار، اللي على الاقل تعيلي اهلك وتساعدي امك المريضه. شكرا لك يا اختي روب، بشكرك كثير مره ثانيه. هيام بس انا بدي اسالك هلا، معامله بيتكم عند عطوفه امين عام وزاره التنميه؟ اه يعني هسه حاليا الموضوع الكتاب الرسمي اللي انا طلعته عند مكتب الوزير حاليا. طيب بحيث انهم يعطوكي مبلغ كمساعده؟ كمساعده بس بحيث اني اقدر استاجر. طيب انا بوعدك ان شاء الله اني بلكي تحت الهواء تواصلت مع اخواننا في التنميه نشوف كيف يعني موضوع الناس اللي بدي عليك كيف نساعدك فيه. ولا يهمك يام، يعطيك العافيه. شكرا شكرا لاتصالك يام.
تحياتنا للأخت يام. يمكن إحنا طرحنا حل بحلقات سابقة موضوعها، يعني بيتهم وقع عليهم من ضمن حالات كثيرة، بيتها اللي يعني قايل للسقوط، واللي حالتهم تعبانة، واللي واللي واللي. لكن بالنهاية يعني حتى إذا أي شخص طرح حالته على الهواء، أنا دائما بحكي يا ناس اللي الله معطيه الصحة يشتغل. يعني بالنهاية إذا الواحد اشتغل ما بيحتاج العالم نهائيا. هلا الأخت يام تحمل مؤهل علمي بكالوريوس معلم، صف صوتنا على الهواء وصوتها كان على الهواء، بترغب بوظيفة براتب 70-80-100 دينار يعني اللي الله بيسره، بلكي بنقدر نساعدها بمعية مشاهدينا الأكارم اللي دائما يعني بيتابعوا على كل الحالات اللي بتنطرح بوصل صوتك. شكرا لهيام. ومعنا زميلنا أنس العمريين مندوبنا بالطفيلة. مساء الخير أنس. تحياتي لك ولجميع المشاهدين. يا هلا زميلنا أنس، شو اليوم فطوركم منسف أنس؟ لا والله اليوم مشكل. مشكل، يلا صحة وهنا. على قلبك يا رب. كيف أجواء رمضان عندكم بالطفيلة أنس؟ أول يوم في رمضان، بعدين بنقطع للسنة الجاية. لا ليش؟ نظرا للظروف الاقتصادية لا إذا الظروف الاقتصادية خلص يا سيدي سيبك، بلاش ما نفتح شهيد المواطنين. كيف الأجواء عندكم بالطفيلة أنس؟ والله أجواء رمضانية جميلة كالعادة مهندس، تشهدها محافظة الطفيلة. نعم. اليوم رسالتنا كانت في شكاوي من مواطنين وطلبة في منطقة العير، هذه المنطقة اللي فيها جامعة الطفيلة التقنية. نعم. يتواجد الباصات يوميا على بوابة الجامعة، يعني بتأخذ المواطنين والطلاب لنقلهم إلى وسط محافظة الطفيلة، تبعد تقريبا 3 كيلو و500 متر عن مركز المحافظة. نعم. يشكون من سائقي الباصات، هؤلاء السائقين الذين ينزلون بسرعة فائقة جدا، وصفوهم بالطائرات النفاثة حينما ينزلون في منحدرات خطيرة باتجاه وسط محافظة الطفيلة. نعم. بيطالبوا إدارة السير وهيئة تنظيم قطاع النقل أن تفرض رقابة على سائقي الباصات، يعني الباص بضيح دائما يكون محمل فوق طاقته الاستيعابية، السرعة المقررة ما تتجاوز 60 هو بمشي فوق 110-120، منحدرات خطيرة جدا، أي حادث راح يتسبب في وفيات يعني لا يحمل. بمشي 110-120؟ لأنه هاي المنطقة فيها منحدرات ومنعطفات خطرة وانزلاقات في الطريق، بنزلوا نعم. مسرعين وبسرعة جنونية لم يتحملها المواطن. نعم. يعني اللهم صل على النبي. احنا وضعنا كاميرا العام الماضي على احدى مفترقات الطرق في هاي المنطقه، لكنها معطله منذ ان وضعت. نعم. يعني والله هذول مش لازم يحطوا لهم بس كاميرات، يحطوا لهم دوريه كل 3-4 متر لا يعملوا كارثه، يعني مهملين وبيمشوا 120-120. يعني الواحد بسيارته لحاله ما بيسوق 100، محمل ارواح وماشي 120، والله لو ماشي على الاوتوستراد ما هو هيك يعني. هذول بده يمشي هيك حتى انه يقدر يركب او ياخذ اكبر قدر ممكن من الركاب. الله يقويهم، والله برافو عليهم، يعني موضوع جدير بالاهتمام انس، وراح نمرره لاداره السير. لازم يعني يكون في دوريات، لازم يكون في مراقبه اكثر، كاميرات، ويعني مع ايقاع اقصى العقوبه بهالاشخاص هذول اللي يعني اذا مش هامه حياته على الاقل يتهموا حياه الناس الثانيه. طبعا. الله بعين أنس، رمضان كريم الله بالآخر. تحياتنا زميلنا أنس، يعطيك ألف عافية. شكرا عافية. شكرا لزميل أنس العمريين، وأذكر برقم فاكس البرنامج، يمكن أنا طلبت أنه ينزل على الحلقة بس ما عم ينزل، 560-5250، إذن 560-5250، ومن خارج العاصمة الحبيبة عمان مسبوق ب 06، يعني 06-5250.